غبتي 7 سنوات عن التمثيل ورجعتي بمسلسل خيانة عهد. هل التمثيل هو مهنة فيك تتركيها وترجعي لها بس بدك، أو بس ترجعي لها بدك ترجعي تبلشي من الصفر؟ لا أكيد أنا ما فيني أترك التمثيل أبداً، لأنه تمثيل بدمي، يعني أنا عاشقة للفن. فحتى لو تركت يعني فترة أو بعدت بمعنى أصح، فأنا بعدت لأسباب، لأني مشان أعمل عائلة، منشان جيب أولاد. وبعدين لما شفت أنه أولادي صاروا بسن أنه هن بيقدروا يعبروا عن حالهم وأوكي، فرجعت والحمد لله كانت رجعة موفقة. يعني هلا أكيد الرجعة صعبة، وأكيد كنت خايفة كتير ومتوترة وكيف رح أرجع وكذا. بس أول ما رجعت وكنت عم صور مشهد ما بنساه مع سامح عبد العزيز بخيانة عهد، قال لي كأنك ما غبتي ثانية عن الكاميرا. عن جد هلا كان أنا كنت مشتاقة للكاميرا كتير، وأنا بحب الكاميرا، بغزلها وبحبها. وهي بتحبك. هو سؤال بالفيديو ورح نشوفه سوا. جمانة، ايه اصعب قرار اخدتيه في حياتك؟ ولما اخدتيه ندمتي ولا ما ندمتيش؟ وحشاني قوي. نجمي اللي منحبها كتير يسرى، شكرا على هالمداخلة. عم تسألك شو أصعب قرار أخذتي؟ أول شيء بوجه لها تحية، وبدي أقول لها أنه أنا كتير بحبها. طبعا يسرى بالنسبة لي عشق، يعني وبحسها أنا دائما بقول لها أنت حتى من قلبي، هيك بقول لها. وهي طبعا أخت وحدا كتير كتير مقرب، عشان هيك عم تسألني هيك سؤال. عارف الجواب. شو أصعب قرار أخذته بحياتي؟ يمكن القرارات اللي بتخص أولادي حالياً هي أصعب قرارات باخدها بحياتي، لأنه ما بكون أنا يعني بكون عم بتحمل فيها مسؤولية أولادي اللي هني أغلى شيء بالحياة، ما في أغلى من الولد بتعرفي. فأكيد أي قرار بخص أولادي بيكون صعب كتير علي. في قرار أخدتي كان صعب وندمتي عليه؟ ما ندمت، لأنه قدر. يمكن لما أخذت قرار أنه بنتي تعمل العملية الأخيرة، لأنه هي عملت عمليتين وظلت بالإنتنسيف كير تقريباً شي 15 يوم، فكان في قرار بنفس اليوم اللي توفت فيه أنه نعمل عملية، نحاول محاولة أخيرة. فأكيد يعني أنه إيه ولا لا، فكنت بدي أي شيء، عرفتي كيف؟ فقلت إيه، بس كان لا. رح نحكي عن هالموضوع خلال الحلقة. السؤال رقم 8. كباريه هو محطة مفصلية بمسيرتك، والأهم أنه تلقيت العرض لتشاركي فيه بفترة كنت عم تشعري بإحباط كبير بعد فشل فيلم لحظات أنوثة. كيف تلقيت العرض من المنتج أحمد السبكي؟ كنت قاعدة بالسينما عم اتفرج على فيلم يمكن الجزيرة لأحمد السقا، هيك شيء. كنت قاعدة عم اتفرج على فيلم أنا وصديقي صحفي، وفجأة رن التليفون بالسينما، وأنا نسيته مفتوح، سكروا يرجع يرن. بعدين قلت خليني رد، رديت إنه قالوا كذا، أم قال لي أنا السبكي تعي هلا. قلت له شو هلا؟ أنا بالسينما كذا. قال لي بأي سينما؟ قلت له التحرير. قال لي بتاعتي. قلت له طيب شو يعني؟ قال لي ما في، 5 دقايق بتكون السيارة بتيجي على المكتب مستنيينك. رحت على المكتب لقيت كل الكاست تبع كباريه، يعني كلهم كانوا متسكنين الأدوار. وكانت البداية مع السبكي. وأكيد شوفي ما بعرف، أنا بحس كباريه هو رد اعتبار لإلي، وهو انطلاقتي الحقيقية بالسينما، وهو لأنه هو من أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية. ويمكن أنا كمان اكتشفت حالي بطريقة جديدة بهذا الفيلم. هذا الفيلم انشغل بحب ما بيننا احنا كممثلين، سامح طبعا، السبكي، الكاتب احمد عبد الله. يمكن كانت كل العناصر مجتمعه بهاي الفيلم، كل عناصر النجاح. وكان هو مختلف عن اي فيلم تقدم قبل هيك يعني.